الآن للسيد فيصل الزرهوني. السيد فيصل الزرهوني، بسم الله الرحمن الرحيم. مداخلتي اليوم هي في إطار مناقشة قانون رقم 0104 يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 98-99. السيد الرئيس المحترم، السادة الوزراء، إخواني النواب، أخواتي النائبات، يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق الدستور الديمقراطي في إطار مناقشة قانون المتعلق بتصفية الميزانية برسم السنة المالية 98-99، وهو مشروع يثير لدينا من جديد إشكالية المراقبة البرلمانية للمالية العمومية، إذ مما لا شك فيه تعد قوانين التصفية إحدى الأدوات الأساسية لأحكام البرلمان ومراقبته على الأداء المالي والاقتصادي للحكومة. ولكن لحد الآن، وبالرغم مما يقال عن التماس الشفافية والارتقاء بعمليات الضبط والمراقبة، فإننا كما كنا نناقش مشاريع لقوانين التصفية بعد سنوات مع تنفيذها من تنفيذها، الأمر الذي يسبغ هذه القوانين بالفتور وعدم المواكبة ويجعلها فاقدة لكل اهتمام. اللهم ما كان من العناية بالبعد الشكلي والصوري لهذه المراقبة. صحيح أننا اليوم نناقش مشروعا أعد من قبل نفس الوزير، وهو ما يشكل بداية مهمة إلى أنه من بقايا الولاية التشريعية السابقة، وهو ما يفقده آنيته وقيمته وجدواه. بل أكثر من ذلك، السيد الرئيس، كنا نعتقد أن الحكومة الحالية بما تتوفر عليه من إمكانيات جديدة لم تكن من قبل مثل التطورات التي شهدها المجلس الأعلى لحسابات والمجالس الجهوية وغيرها، ستذهب بعيدا في إطار تمكين البرلمان من قوانين التصفية في إبانها. ومع نهاية كل سنة مالية، إلى أن هذا الحلم يبدو أنه لا زال بعيدا تماما، مما يؤخر كل حديث جدي عن مراقبة برلمانية للحكومة. السيد الرئيس، فما جدوى أن تدرك اليوم أن تنفيذ ميزانية الاستثمار للسنة المالية 98-99 لم تتم إلا بنسبة 66%، مما يؤكد بوضوح عجز الإدارة المغربية عن إنجاز برامجها في وقتها، مما ينجم عن ترحيل المتأخرات من سنة إلى أخرى. وهذا إن دل على شيء، فإن ما يدل على أن ميزانية الاستثمار عن هزالتها لا يقع تنفيذها، مما يجعل من ميزانيتها ميزانيات التدبير اليومي أن تكون ميزانيات واعدة تنخرط في استشراف أفاق واعدة للمستقبل. لهذه الاعتبارات، موقفنا من هذا المشروع هو الامتناع لغاية أن تطور الحكومة إمكانيتها لجعل البرلمان كل سنة في صورة واقية لما صادق عليه. والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا للسيد النائب.